هاخد بعضي وهكمل بقى. بما ان احنا اتكلمنا على التمثيل، المسرح والمسرح مع صبحي اظن حاجه تانية. اللي انا اعرفه وصحيني لو انا غلطان، هو اتفرج على الكليب بتاع مش نظره وابتسامه، دي حاجات كتيره ياما، لو ناوي تحبني، وشافك وخد قرار انا عايز سيمون معايا. ده اللي احنا نسمعه او نقراه. وانه كان في جمله هقول لك عليها في الغنوه عجبته، ده برضو استنوا حد يفكرني يا جماعه، لا بخاف ولا انحني. صح؟ الحدوته دي جد؟ صح؟ ولا دي؟ اصل انا يعني كل اللي حضرتك بتقوله عجبني. ليه بقى؟ لان انت واضح ان انت قارئ لكل الاشياء، مش مجرد اعداد للحلقه يعني، لا انت عندك التفاصيل. ما انا اصل انا برضه خلي بالك صريح، انا معايا عبقرينه اسمه مصطفى. اوكي. فمصطفى حمدي والله. فمصطفى حمدي الحقيقه بقى ايه، مرسيني على دواخل الدواخل. مرسيك فعلا. اضحك انا بقى على الناس واقول اصل انا جايب الديب من ديله؟ لا، في حاجات هتلاقيني بقول لك انا اللي اقول. يعني انا فاكر كويس جدا كل اللي اتكتب في وقت ظهور سيمون وحميد وايهاب توفيق ومصطفى قمر. انا اقول لك الحاجه بقى، انا حضرت اول حفله لمصطفى قمر في حياته وفي حياتي. اه طبعا طبعا. وكانت في العجمي، هو مش هيفتكر قوي او هيفتكر، وانا بقى اللي فاكرها كويس. فده بالنسبه لي جيلي. في بعض الحاجات بقى اللي هي دي الحقيقه، مصطفى حمدي نجم النجوم ده نمره. ما انت ما شفتيش مصطفى؟ تحيه لمصطفى. لا انت اكيد شفتيه معانا، مصطفى شعره ابيض كده، معانا اصغر مني يجي ب 10 سنين. لا ده بس هو شعره ابيض طقطق بدري يعني، مجرد صحفي وكان عامل في كتابه جزء مهم مصطفى شطور للتاريخ بتاعي في الكوكتيل الكتاب بتاعه. أيوة. يعني حلو قوي. تعالي بقى نرجع على لا خاف ولا انحني. مش نظرة وابتسامة. مش نظرة وابتسامة لما اتعملت وقتها، زي ما قلت لحضرتك انه بعد فيلم ايس كريم في جليم بدأت افكر في الفن بطريقة مختلفة، مش مجرد انه هو حاجة جميلة موجودة وخلاص. بقيت افكر في افكار ورا الاغاني او ورا الدراما اللي هعملها، وبقى عندي عمق شوية في الاختيارات. يعني ما بقاش الموضوع مجرد ان انا اتواجد فنيا وبس. فبقى يعرض عليا اشياء وما اعملهاش. كويس. وبعد شوية بقيت اختار الاغاني بشكل مختلف. كويس. احب اقولك اني قبلك كنت عايشة واني بعدك هبقى عايشة وان في 100,000 زيك، ويبقى الشريط اسمه احب اقولك. ويبقى اغنيه اسمها مش نظره وابتسامه، مش كلمه والسلامه، دي حاجات كتيره ياما لو ناوي تحبني. وافكر بطريقه كمان في التصوير، مش مجرد ان انا كنت مثلا ما باجي اصور ببقى بعمل فيديو كليب لطيف ناجح لذيذ. شمرتي دراعاتك وزقتي المدفع لا، بقيت افكر بطريقه ابعد من كده كمان. يعني مثلا في الاغنيه اليوناني الناس افتكروا ان انا يونانيه مثلا. أيوه. وانا مش يونانيه، ده كان مهرجان الصداقه بين مصر واليونان، والمخرج الجميل محمد شبل الله يرحمه اختارني عشان نعمل الاغنيه بتاعت الاغنيه دي يعني مع جورج فولوبولوس في مهرجان الصداقه. وانا اللي اخترت الفكره بقى ان احنا نلف في الاثار بتاعت مصر كلها السياحيه، لان وقتها كان طلع موضة ان الفنانين يسافروا يصوروا بره. حتى هشام. أيوة. صور في الهند وناس كتير صورت في حتت بره. ناري ناري. بالظبط. فانا بقى كنت شايفة كمان ان السياحة عندنا مهمة جدا. صح. وانه احنا عندنا في بلدنا اشياء مش موجودة في اي حتة. يعني بتلاقي في الأقصر واسوان، وحتى لبست الملابس. نهاد نصر الله هي اللي اختارت الملابس، وتبقى فرعوني وتبقى في اسكندرية وتبقى بتعمل وتبقى مختلف ومتنوع. فيبقى في العقل من ورا كده وانت بتتفرج على الأغنية شايف سياحة مصر بس مش بشكل مباشر. وتعلمت اللغة اليونانية لدرجة ان انا ما اجدتها افتكروا ان انا فيها اصول يونانية وانا فيها اصول. افتكروا ايه؟ هو في ناس كتبت. ايوه انا اصولي صعيدية. من اصول يونانية. انا اصلا اصولي صعيدية من قنا مصر. ووالدي اتولد في المنصورة لما اجدادي نزحوا الى المنصورة. ومامتي من الشرقية، وانا من عايشة حياتي في شبرا طول عمري. يعني فما فيش يعني اكتر من كده مصراوية. فحلو ان انت لما تيجي تمثل بالفرنساوي يفتكروك ان انت فيك، ولما تيجي تغني باليوناني تتقن اللغة. وتاخد احسن جايزة سياحية في مهرجان جنيف.
اغنيه سياحيه مش اغنيه اغنيه. فدي كانت بالنسبه طبعاً. لي حاجه كويسه انه الفكره اللي انا بدات افكر فيها في الفن جابت ابعاد اخرى. صح.